هؤلاء المتقون إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، فهذا يدل على أن طائف الشيطان وهو إغواؤه وإيذاؤه وتزيينه للمعاصي وغير ذلك، هذا يدل على أن المتقين غير معصومين من أن يقعوا في مثل هذا، وإنما جعل الله العصمة لرسله صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. أما غير الرسل مهما بلغ الإنسان من التقوى والدين لا يؤمن عليه من الزلل، يمكن أن يخطئ، ولذا الله تبارك وتعالى هنا ذكر المتقين، والمتقون هم في أعالي الدرجات، يعني بالنسبة للإيمان في أعالي الدرجات، كما قال الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هؤلاء وأمثالهم قد يمسهم أيضا طائف من الشيطان، فالإنسان لا يأمن على نفسه، لابد أن يكون دائما على وجل، دائما يكون على خوف، ودائما يسأل الله الثبات ويسأل الله الحفظ، أن يحفظ الله تبارك جوارحه وأن يحفظ قلبه سبحانه وتعالى.